هي اهم اسباب الفشل الكلوي؟ هو الفشل الكلوي مرض منتشر في العالم جدا، وكلمه فشل كلوي هي كلمه معناها ان الكلى وصلت الى اخر مرحله والان محتاج ان هو يعمل غسيل او يعمل زرع كلى. ولكن في حاجه اسمها قصور الكلى، اللي هي الكلى ما قبل مرحله الغسيل، ان وظائف الكلى بتبتدي تنزل بالتدريج لحد ما يوصل الى تبقى اقل من 5 الى 10% ويحتاج المريض الى غسيل. اهم اسباب بقى القصور الكلوي اللي هو لسه ما وصلش للفشل الكلوي اللي قد يؤدي في الاخر للفشل الكلوي، اسباب العالميه السكر والضغط ياتي على المرتبه الاولى والثانيه. في مصر يمكن الضغط يحتل المرتبه الاولى، ثم امراض الانسداد الكلويه، انسداد الانابيب وانسداد الحوالب وحصوات الكلى، التهابات الصديديه المستمره في الكليتين، ودي مشهوره جدا في بلدنا والمنطقه العربيه، ان معدل العدوى بيبقى عالي، معدل اعاده العدوى او رجوع العدوى للمريض بيبقى عالي جدا، معدل الحصوات عندنا عالي، احنا في بلد تعتبر حر والمنطقه اللي حوالينا حر، فالحصاد فيها عاليه جدا. يمكن اهم بقى من اهم الاسباب التي يمكن منعها ومقاومتها هي المسكنات، الادويه اللي هي بتتاخد للصداع وللالم المفاصل والام الظهر، بالذات اذا كانت من غير وصفه طبيه، اذا كانت بتتاخد عمال على بطال او بتصرف من الصيدليه، دي من اهم واخطر اسباب الفشل الكلوي او القصور الكلوي في العالم كله. وللاسف الشديد اكتر طائفه بتتاثر بيها هي الستات والبنات، والتاثير بيبقى في سن الاربعينات، يعني لسه في سن المفروض ان هم برودكتيف، يعني هم لسه منتجين ولسه بيرعوا اسرتهم، فنفاجئ ان في سن 40 او 45 سنه البنات والستات اللي بياخدوا مسكنات بصفه دائمه بيبتدي يحصل قصور في الكلى. في امراض اخرى وراثيه زي تكيس الكليتين، زي التهابات النفروزيه الوراثيه المناعيه. في اسباب نادره ساعات بنشوفها، لكن اهم سببين لابد ان احنا محاربتهم وتالتهم المسكنات هو السكر والضغط. مريض السكر لابد من اول يوم في السكر يكون سكره مظبوط حسب النسب المسموح بها عالميا، لا يسمح بتغير السكر زياده ونقصان كبيره جدا. مريض الضغط لازم يصل ضغطه الى نسبه اللي هي المقبوله اقل من 130 على 80، وكمان كل ده في اطار الاكل التغذيه السليمه وتجنب المسكنات والادويه التي تضر الكلى. هم دول اهم اسباب تقريبا عندنا للفشل الكلوي. شكرا جدا لحضرتك. العفو. ميرسي جدا.